من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنوانته: الرئيس الأسد لوفد اتحاد المهندسين العرب، الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية. وعنوانت أيضا: واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية. أما صحيفة تشرين السورية فكتبت: توقيف شبكة تبيع المازوت المدعوم في السوق السوداء وتروج عبر صفحة فيسبوك. وكذلك: خروج محطة تحويل كهرباء تلتمر عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي. أما صحيفة الشروق التونسية فجاء فيها لليوم: فيما شبح التأجيل يلوح في الأفق، تحركات أممية لإنقاذ الانتخابات الليبية. وكذلك عنوانت: فتح وشيك للحدود البرية بين الجزائر وتونس. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة ذا واشنطن بوست والتي عنوانت: أمريكا تنهي حصار الطقس القاسي بعاصفة ترابية غير مسبوقة. أما صحيفة ذا نيويورك تايمز فكتبت لليوم: بوتين وشي بينغ في جبهة موحدة ضد الغرب. وبالانتقال إلى صحيفة ذا تايمز: بريطانيا تسعى لاتفاق مؤقت بشأن إيرلندا الشمالية. وأخيرا مع صحيفة لوموند: فرنسا إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر المانش. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية والتي عنوانت: برشلونة يحاول استعادة هيبة الكامب نو. وأليخاندرو يقول: ريال مدريد ليس فريقا لا يهزم. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريرو ديلو سبورت والتي عنوانت: بريمير يقترب من الميلان، ودوغلاس كوستا في مفاوضات مع ساو باولو. أمريكا وحش جريح، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: اليوم تتصرف الولايات المتحدة كالوحش الجريح على إثر إخفاقاتها السياسية والعسكرية في أكثر من مكان، وهي بسلوكها العدائي تدفع العالم نحو الانزلاق إلى نزاع جديد أخطر مما كان في عهد الحرب الباردة. ومن هنا كان لافتا تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن أنشطة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع ووصوله إلى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ما يعني أن الحشودات العسكرية الأمريكية والغربية قد تنبئ بخطر احتمال نشوب حرب نووية. فذاكرة العالم لم تنسى بعد أن تلك الأزمة كانت الأشد مواجهة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وكادت تقود إلى نشوب الحرب النووية. وتابع المقال: ربما يكون الهدف الأمريكي من وراء تحشيد الناتو والدول الأوروبية تحت الذريعة الأوكرانية ليس المواجهة المباشرة مع روسيا، وإنما الدفع باتجاه تدمير العلاقات كلها بين موسكو والدول الأوروبية وإبقاء روسيا في حالة نزاع دائم مع تلك الدول. وبريطانيا الخارجة من حضن الاتحاد الأوروبي تدفع بهذا الاتجاه أيضا بهدف ضمان استمرار الولاء الأوروبي للسياسة الأمريكية من جهة، ومن جهة ثانية لوقف خط أنابيب السيل الشمالي 2 بين روسيا وألمانيا. وهذا تفسير واضح لتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي أشارت فيها إلى استحالة اعتماد خط الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بالظروف الحالية، فلطالما عارضت الولايات المتحدة هذا المشروع وفرضت سلسلة عقوبات على الشركات المساهمة بإنجازه، لأنها تعتبر أن المشروع من شأنه أن يعزز النفوذ الروسي في أوروبا، وهذا لا يصب في مصلحتها.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان رياضة نط الحبل تحسن القلب والأوعية الدموية وتقوي العظام. وفي التفاصيل، تظهر الأبحاث أن نط الحبل أو القفز يمكن أن يعزز معدل ضربات القلب، مما يحسن لياقة القلب والأوعية الدموية، ويحرق السعرات الحرارية بما يعادل فعالية الجري ويزيد من مناعتك. ولكن ربما الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه يمكن أيضاً أن يحسن صحة العظام، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. دراسة جديدة وجدت أن نط الحبل لمدة 20 دقيقة فقط مرتين في الأسبوع أدى إلى تحسن كبير في كثافة عظام الفتيات، وفقاً لتقرير مجلة العظام والتمثيل الغذائي. وتوصي الجمعية الملكية لهشاشة العظام بنط الحبل لمنع آثار الحالة، حيث يؤدي نقص كثافة العظام إلى جعل العظام عرضة للكسور. عامل يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة. استيقظ عامل حقائب بأحد مطارات الهند ليجد نفسه في مدينة أبو ظبي الإماراتية، الأمر الذي تسبب في إثارة الحيرة والجدل عن كيفية وصوله إلى هناك وتحقيق السلطات معه. وبحسب صحيفة هندية، كان العامل في مطار مومباي يعمل في عنبر شحن الحقائب، وعندما كان يحضر حقائب إحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبي نام الرجل من التعب، وعندما استيقظ وجد نفسه في دولة أخرى. ووفقا للصحيفة، فإن العامل أكد أنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن المضغوط الخاص بحقائب الركاب لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، ووصل بأمان إلى الإمارات لتجري السلطات اتصالات مع المديرية العامة للطيران المدني بالهند للتحقيق في الخطأ عبر غير المقصود. وأكدت مديرية الطيران المدني أنها تحقق بالفعل في الواقعة، وجرى تعليق بعض موظفي شركة الطيران عن العمل لحين انتهاء التحقيق. سلطات أبو ظبي أجرت الفحص الطبي للعامل، وكانت حالته الجسدية مستقرة وطبيعية. وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية، تمت إعادته إلى مومباي في رحلة العودة. وللمشاهدين معرشة رسامي الكريم.